عم الشيخ، ايوه دلوقتي عم الشيخ احنا عايزين نعرف الفينش بتاع التشطيب الاخير ليه. معلش بقى استحملنا. بص يا سيدي، بالنسبه للحديد الليزر ما ينفعش يتشطب غير بالرش، يكون بالرش. طب ما ينفعش بالفرش؟ يعني ينفع بالرولة ولا ينفع بالفرش، لان كله مزالق وهو حديد ناعم، فلازم يتشطب رش عشان يديني ملمس ما يلمش اتربه ولا يلم عفاره ولا اي حاجه. فاحسن حاجه ليه الرش، يطلع معاك ناعم ويتابعه طول العمر ما يلمش اي وسخه ولا اي تراب معاك، كل سنه ونضافه. لو مسحته في حته قماشه تلاقيه نضيف، عملته بمكنسه هتلاقيه نضيف. التشطيب بقى هيكون ايه؟ عندك اللاكيه، عندك الدوك الفول، عندك الدوك البلدي، اي حاجه من الثلاثه كويسه. طب ليه احسنهم كلهم؟ الدوك الفول طبعا لا كلام، لا تعليق يعني عليه. الدوك الفرن هو احسن تشطيب من الحديد زي ده دلوقتي 3 مللي، في منه 4 مللي، في 5 مللي، في 6 مللي. هتقولي طب انت تربح ايه؟ تقول لك هقول لك ال 5 مللي او ال 6 مللي 10 ب 10. ليه بقى؟ اقول لحضرتك ليه. هتيجي مثلا طرف ورقه زي دي، طب كده تعالى الحاجات ديت يعني ماشي. طرف ورقه زي دي، خلي الفيديو تاني بقى. ماشي احنا طولنا على الناس، مش مشكله. طرف ورقه زي ديت لو هي ضعيفه مجرد ما هشدها هتنيها، فلما تكون محمله 5 مللي او 6 مللي تبقى تكون ايه قويه. فكل ما تكون سماكه الحديد تخينه تكون اقوى واحسن، سواء بقى في بوابات في تلفزيون في اي حاجه. عشان كده بقول لك خلي السماكه ما تقلش عن 5 مللي او 6 مللي. عرفت تخليها 8 مللي يبقى احسن واحسن، يبقى ما تلبش معاك كده وتبقى ماسكه زي الحديد. طبعا هو كل حته واحده، مفيش لحامات، مفيش بنط، مفيش أي حاجة. تمام كده؟ كده كفاية عليك النهارده بقى. ماشي يا عم الشيخ. سلام عليكم.